السلام عليكم، معكم محمد عبد الفتاح، وأول درس في سلسلة تعلم الفوتوشوب خطوة بخطوة حتى مرحلة الاحتراف. قبل ما نبتدي شرح البرنامج، في مجموعة معلومات عامة كده لازم تكون عارفها عن البرنامج، زي مثلا إن برنامج فوتوشوب ده إحدى برامج شركة أدوبي، وإن الفوتوشوب ده بيعتبر من أهم البرامج اللي بيحتاجها أي مصمم جرافيك. بتفيد طبعا اللي بيشتغل في مجال التصوير في انه يقدر يعدل على الصور اللي هو صورها، ويقدر يحط مجموعة تأثيرات على الصور دي. ممكن كمان نستخدمه في تصميم المواقع، او حتى لو حابب انك تعمل كفر كويس ليك على الفيسبوك، فتقدر تعمل الكفر ده من خلال برنامج الفوتوشوب. ممكن تستخدمه في التصميمات التجارية، زي مثلا الفلايرز، بيزنس كارد، البنرات اللي احنا بنشوفها في الشوارع. لو انت مبتدئ، فمهم جدا انك تعرف الواجهة الرئيسية لبرنامج الفوتوشوب. اول حاجة هنعرفها في واجهة برنامج الادوبي لون الواجهة. لون الواجهة انا ممكن اغيره، سواء هفتح اللون او هغمقه، من خلال ان اضغط على قائمة edit ثم preference ثم interface. زي ما انتم شايفين معايا، انا ممكن اختار لون من الاربع الوان المتاحين قدامي دول. وبعد ما هتختار اللون الواجهة اللي عاجبك، هتروح على ايدك اليمين وهتختار اوكي. وفي برضو طريقة تانية انا ممكن استخدمها لو حابب اغير لون الواجهة اسهل، هي عبارة عن شورت كات وشيفت مع F2، والامر ده والاختصار ده تستخدمه عشان نفتح لون الواجهة، او بالضغط على شيفت مع F1، والامر ده انا بستخدمه، او الاختصار ده انا بستخدمه عشان نغمق لون الوجه. بالمناسبه احنا في عندنا كذا شورت كات، واللي احنا هناخدها واحده واحده واحنا بنشرح البرنامج. بالنسبه لواجهه برنامج الفوتوشوب، الواجهه بتشمل مجموعه من القوائم، واللي من خلالها ببتدي انفذ مجموعه من الاوامر. بالنسبة للشريط اللي موجود تحت شريط القوائم ده، فده اسمه شريط التحكم، واللي هو بيبقى عبارة عن مجموعة من أدوات فرعية. الأدوات الفرعية دي تابعة للأدوات الرئيسية اللي موجودة في شريط الأدوات اللي هو على إيديكوا الشمال، واللي طبعا الأدوات الفرعية دي بتتغير بتغير الأدوات الرئيسية اللي أنا ببقى ضاغط أو واقف عليها. بالنسبة للشريط الموجود على إيديكوا الشمال ده اسمه شريط الأدوات، واللي هو عبارة عن مجموعة الأدوات الرئيسية أو الأساسية اللي موجودة في برنامج الفوتوشوب. لو تلاحظوا معايا هتلاقوا إن في مثلث صغير موجود في كل أداة من أدوات اللي موجودة على إيديكوا الشمال. ده معناه إيه؟ ده معناه إن في أدوات تانية موجودة داخل الأداة دي بتقوم بنفس الدور، ولكن مع اختلافات بسيطة. كل ما في الأمر أنت بتضغط ضغطة طويلة بالماوس لحد ما يتفتح لك القائمة بتاعت الأدوات التانية. في اليمين هتلاقي الجزء اللي اسمه البانرز، او اللوحات بتاعت برنامج الفوتوشوب. اللوحات دي عبارة عن مجموعة من الاوامر اللي من خلالها بنفذ بعض المهام. البانرز بتاعت الفوتوشوب كتير، في باين منهم شوية وفي شوية مختفيين او مش ظاهرين. لو عايز اظهر بانل او لوحة معينة، ده بيتم من خلال اني اروح على قائمة ويندو واختار البانل منهم، واللي بختاره ده بيظهر وبيكون عليه علامة صح زي كده. في لوحة تحت أو بانل اسمها تايم لاين. تايم لاين دي قدام، يعني احنا هنظهر وهنشرح مهمتها ايه، بس كل اللي اقدر اتكلمه عنها دلوقتي انك لو حابب تخفيها او تنزلها لتحت بالشكل ده، ده بيتم من خلال دبل كليك عليها. كمان انا ممكن اخفي التول بوكس من قائمة ويندو من خلال اني بشيل علامة الصح بالضغط عليها، وممكن اشيل شريط الكنترول من خلال الضغط عليه، او من خلال الضغط على اوبشن من قائمة ويندو. وارجع ازيرهم تاني من خلال الضغط عليهم مرة اخرى من قائمة ويندو. اللوحات او البانلز وصندوق الادوات انا ممكن اغير اماكنهم بالشكل ده كده، من خلال ان بقف على النقط الصغيرة دي واحرك في اي مكان انا حابب احط الشريط ده فيه او اللوحة دي فيه.
وممكن نضغط على السهمين اللي عند التول بار، هيعمل لي الشريط ده بدل ما هو نازل في شكل عمود هينزله لي في شكل عمودين. طب لو انا حابب ارجع ترتيب الحاجة دي زي ما كانت الاول، فده بيتم من خلال ان انا بخش على قائمة ويندو، من ويندو بخش على ورك سبيس، وبعد كده بختار ريسيت اسينشال. زي ما احنا ملاحظين كده كل حاجة رجعت تاني مكانها. نيجي بقى لاستخدامات الفوتوشوب. بيستخدم الفوتوشوب تات كتيرة جدا زي المصورين في تعديل الصور، والمصممين عشان يعملوا بوسترات والفلايرز، والرسامين عشان يعدلوا على اللوحات والألوان. كمان أنا ممكن استخدمه في عمل المونتاج الخاص بالفيديوهات. فشركة أدوبي تسهيلا لكل مستخدم عملت واجهة لكل مستخدم. لو رحنا على قائمة ويندو بعد كده اخترنا ورك سبيس، هنلاحظ إن شركة أدوبي عملت واجهة لكل مستخدم من مستخدمين برنامج أدوبي. يعني لو ضغطنا على 3D هنلاحظ إن الواجهة بتاعتنا بقت مجهزة لشغل 3D. ولو بنتعامل مع مونتاج فيديوهات فالمفروض إنك هتختار موشن، ولو رسامين فهنختار بينتينج، ولو مصورين فهنختار فوتوغرافي، ولو طباعة فهيبقى تيبوغرافي. طيب لو انا حابب ان اعمل الواجهه الخاصه بيا انا، فلنفترض ان انا هنغير اماكن البانلز بالشكل ده اللي انت هتشوفوه معايا. بعد كده المفروض ان انا بعمل سيف للواجهه الجديده اللي انا عملتها دي عن طريق ان انا بروح على قائمه ويندو ورك سبيس، بعد كده بختار نيو ورك سبيس، وابتدي اكتب اسم الواجهه دي، فلنفترض هسميها محمد، وتضغط على سيف. بعد كده بكده انا لو حابب ان انا ارجع الواجهه اللي انا سميتها باسم محمد في اي وقت، فده بيتم من خلال ان انا بروح على قائمه ويندو، بعد كده ورك سبيس، بعد كده بختار الواجهه اللي باسم محمد. بكده يبقى انتهى معانا اول درس، واللي عرفنا من خلاله الواجهه الرئيسيه لبرنامج الفوتوشوب. لو عجبكم الفيديو فانتم ممكن تضغطوا على لايك من تحت هنا، اما لو حابين بقى يوصل لكم كل جديد عن القناه بتاعتنا فممكن تضغطوا على سبسكرايب من تحت هنا، ولو عندك اي استفسار او اي تعليق فممكن تحطه في الكومنتس تحت هنا.